امبارح كان في مباريات توتنهام واياكس امستردام. اياكس امستردام كسب 1-0 في انجلترا، وشفتوا الاداء وشفتوا الفرقه وشفتوا التفكير وشفتوا التطور في الكوره وشفتوا السرعه في الكوره وشفتوا المهاره في الكوره وشفتوا القوه في الكوره، شفتوا كل حاجه في الكوره في فريق اياكس امستردام اللي هيكون طرف في النهائي مع برشلونه. ده الوضع الطبيعي جدا، الوضع الطبيعي اللي هو في الكره لو كانت عادله، يعني هتدي برشلونه واياكس امستردام في النهائي لو ما قابلوش بعض في قبل النهائي. لكن شفنا كل حاجه في الكوره، شفنا مدرسه اياكس امستردام اللي قال عليها كرويف النجم العالمي، النجم الهولندي العالمي، قال ان لازم نرجع لشكلنا احنا كاياكس، لازم نرجع لمدرسه اياكس، المدرسه الهولنديه اللي بتعتمد على التخطيط والتطوير وبتعتمد على ان هي دايما تبني عشان تلاقي في الاخر. قال بالظبط كده ان حقيبه الفلوس ما بتجيبش انجازات او بتجيب اهداف. تصريح مهم جدا كان قاله، وقال ان احنا لازم نرجع نشتغل بشكلنا احنا عشان هنلاقي بعد كده وهنجني الاهداف بعد كده. وبداوا يجنوها وبيجنوها بقوه كمان وبسرعه قوي كمان. حقيبه الفلوس ما بتجيبش حاجه، دايما نفتكر الكلام ده. ده كرويف مش انا اللي بقول، عشان بس الناس اللي بيتفرجوا علينا.